بسم الله الرحمن الرحيم، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، نعاود معكم في استوديو التاسعة برصد شأننا العراقي من قناة الفلوجة الفضائية الغراء. حياكم الله وبارك بكم، ومر شهر رمضان المعظم ومرت أيام العيد، وإن شاء الله كل أيامكم أعياد ومسرات. اليوم العمل بدأ متكامل في كل مؤسسات الدولة العراقية، واليوم تم الإعلان بأنه قانون الموازنة الموازنات الثلاث يحتاج لشهر النوم. طيب يا جماعة، أنتوا قلتوا لنا بلكي يوم 25، بلكي يوم يعني بداية شهر 5، بس النوم شهر آخر، شنو المشكلة يعني؟ غير يعني ليش ما تصير ندوات مستمرة يعني مكثفة؟ وأنا من الناس أدعو النواب عبر استوديو التاسعة، وأدعو كل البرامج الحوارية العراقية في جميع القنوات الفضائية العراقية، بدءا بقناتنا بفلوسنا شبكة الإعلام العراقي قناة العراقية، إلى كل القنوات الخاصة، أدعوكم الآن إلى شهر مكثف. وقالوا نحتاج لنا شهر. طيب يا جماعة، شهر مكثف، خلي يطلعون النواب من اللجنة المالية أو من اللجان الأخرى المختصة ويشرحون للمواطن العراقي، يقولوا له هذا قانون الموازنة، هذا ما يتضمن، هذه ملاحظاتنا عليه، هذه ملاحظات القانونين، هذه ملاحظات الخبراء الماليين، هذه ملاحظات المصرفيين، هذه ملاحظات الاقتصاديين. يومي اللي يريد يطلع من النواب استوديو التاسعة ويقدم ملاحظاته عمي يوميا، كل النواب حتى بأي كتلة، ما عندي مشكلة، كل النواب خلي يجون، أو بالبرامج الأخرى. ليش؟ حتى المواطن يفتهم ايش دا يصير. يعني من تقولون نحتاج شهر، عقدتوا الجلسة الأولى، عقدتوا الجلسة الثانية، أو القراءة الأولى والقراءة الثانية، طيب ليش شهر؟ اي والله أنا كمواطن ما فاهم شيء. يعني يا ريت تفهمونا شنو المشكلة، شنو الموضوعات اللي عندكم، يا ريت تحكوها. ايضا اليوم النواب يقولون وصلنا للمسات الاخيره لقانون العفو. اي هاي اللمسات الاخيره شلون؟ يعني اريد افهمها، اريد يعني كمواطن افهم هذه اللمسات الاخيره شنو معنى هاي الجمله. يعني سويتوا اللمسات الاخيره، مكيشتوا القانون، صبغتوه، سمنتوه، رشقتوه، بس قولوا لنا يعني ليش كلام النواب عادة يعني صار مثل كلام الصحفيين، يعطيك هيك موجز صحفي. يا أخي أنت نائب، ما تعطيني موجز صحفي، ولا ما تعطيني معلومة. فيا ريت والله أيضا قانون العفو العام هم يحتاج لمد وطول، لا يراد له أنه بالفعل إنصاف الأبرياء، وخاصة اللي راحوا بجريرة مخبر سري وعندنا آلاف المعتقلين. هسه أنا مهدي الصميدعي لا وده ولا يودني، لكن شيخ مهدي الصميدعي مع الاحترام العمامة على رأسه وشيبته البيضة، هو شرقي أكثر من عندي، أنا عراقي بس هو شرقي، لكن هو اعترف أنكو 85,000 بريء بالمعتقلات. طيب ما تقولها للدولة الشرقية اللي أنت تتبع لها، ليش ما تقول لها الدولة الشرقية اللي هي واقفة وراك؟ قلها يا جماعة عندنا 85,000 معتقل بريء. أنت قال، هو قال والله بصلاة العيد، خو ماني قلت، لا والله هو قال بخطبة العيد، ما أدري قبل العيد، ما أدري والله شو وقت خطب، بس المهم هذا الفيديو انتشر. فإذا هو يقول 85,000 بريء، يعني يا ريت يصير إقرار القانون بسرعة. أكو رجال جاي تشتغل حقيقة، أكو رجال جاي تشتغل حقيقة ب روح عراقية. اليوم قبل ساعتين على صفحته الشخصية الأخ السيد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية الأستاذ الدكتور حسين العوادي، تحدث ويا مجموعة من مفاصل الوزارة والمختصين في وزارة الداخلية، وحقيقة كل حكية 100% يتفق، ومطالبات يعني الجرحى او جراء الخدمه او المتوفين او غيرهم
بما يخص حقوقهم التقاعدية وغيرها في وزارة الداخلية. الأخ الدكتور حسين العوادي والله والنعم منه، لأن حكاها بصراحة وحكى أمام الحاضرين بكل واقعية وقال لهم إعمام يصدر الآن، إعمام إلى مفاصل الوزارة كافة بتزويد مديرية التقاعد بالمجالس التحقيقية الخاصة بالمشمولين بتوصيات لجنة الأمر الديواني 23078 لسنة 2023 الحزمة الأولى، وشدد على الإسراع بإنجاز تلك المجالس لإنصاف المتوفين جراء الخدمة وأثناء الخدمة وبسبب الأمراض السرطانية والوبائية وكورونا والمتقاعدين لأسباب ذاتها من منسوبي الوزارة. وأوضح الدكتور حسين العوادي بأن الأمر الديواني اعتبر حالات الوفاة أثناء الخدمة ومن جرائها، وهذه نقطة ضرورية ومهمة، يعني قبل ما كانوا يعتبروهم شهداء، لكن اللي توفى أثناء الخدمة ومن جرائها الآن في ساحات العمليات العسكرية أو مواقع العمل أو بسببه الآن يعتبر شهيدا، وإعطائه راتب جريح للمصابين المحالين للتقاعد للحالات ذاتها. وخلي نشوفه، عافية عليه والله، الله يبارك بي دكتور حسين العوادي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية. اليوم أنتم قادة وضباط، ترى باكر اللي صار في ذولي ترى جزء يصير بيكم، فبالتالي راح تعانون نفس المعاناة اللي جاء هم يعانوها وجاي يطرقون الأبواب. يعني أنت مثلا أمه تجيب الجرفي مثلا، ولا هاي واحدة من فقرات ما شاملته، زين هذا شنو نسلي؟ قل يا أبا هو مثلا صار بس على ضوء الإصابة مالته، شكل وياه ضغط، شكل وياه سكر إلى آخره، فبالتالي انتفت قضية العلاقة السببية فنيا أو طبيا، ولكن بالواقع الفعلي سببها التراكمي هو صار عنده الضغط والسكر. الحل لهاي المعضلة حتى نحل الموضوع نفيد بها منتسبينا بظل وجود قانون، ها يعني من تجاوزه بس نط أولوية لمنتسبيكم خطية قاتلهم الجوع، تدرون لو ما تدرون يا أخوان ترى العالم جاي، يعني واحد أجر له سيارة، واحد قاعد لمحل يأخذ يتقاضى يومي، وهذا بالتالي هم ترى أولادكم، واللي يصير بهم والله يجي يوم يصير بكم. صحيح ضباط وقد يكون، بس قد يكون نفس العاهة اللي يصير بيه يصير بيك، وتجي تطرق ابواب الوزاره تقول لهم، يجي يقول لك لا والله عندنا فقره قانونيه ما ممكن، لان الطبيب قال هيك ولا ابو الرئيس الفني قال هيك. فاخواني الله الله بمنتسبيكم دول المساكين الفقره. ايضا في رصدنا، يعني حقيقه اول البارحه الاخ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني راح حتى يشوف واقع الكهرباء في الامين، مو بالامين، بالامين الثاني همين تحديدا، يمكن اي الامين ببغداد، راح المركز السيطره الوطني للكهرباء وحكى معلومة أعتقد باللي قريناه، يعني ساني برا بس اللي قريناه واللي نسأل عليه أهلنا في بغداد وأقضيتها، إيه صحيح إنه الكهرباء تطفي قبل 5 أيام من نهاية الشهر، يطفوها الوطنية وأول 5 أيام من الشهر. ليش؟ حتى أبو المولدة يجمع فلوس، لأنه الناس راح تضطر تروح لأبو المولدة، فهو التساؤل مشروع. لكن شنو الإجراء اللي اتخذه الأخ رئيس مجلس الوزراء وراها؟ ما أدري. اليوم انعقدت الجلسة مع مجلس الوزراء، ما أعتقد صدر شيء بهذا الخصوص. يعني شنو الإجراء؟ ألا يفترض أن توجه يعني وزارة الداخلية والجهات المختصة الاستخبارات وغيرها أنه تابعوا لنا بالفعل هذه الحقيقة، إذا هذه حقيقة بكل المناطق بغداد ولربما أيضا بالمحافظات وليس في منطقة الأمين فقط، انه اكو هيجي تخادم بين يعني الشبكه او المسؤولين على شبكه تزويد او توزيع الكهرباء واهل المولدات، يفترض يتخذ اجراء. وهذه نقطه يفترض ايضا وزير الكهرباء الطخ بعقله يقول اذا رئيس الوزراء هالشكل قال زين شو الخطوات مطلوب. يعني وزير الكهرباء شو انا ما سمعت له دور، يعني سويت هسه وراها ايش تابعت له، هذا مالك علاقه، يعني بس بدنا نسال. أما المعلومة اللي قالها الأخ رئيس مجلس الوزراء والله يا عمي يبدو 100% صحيحة،
وعفي علي ايضا انه راح سال على الشبكه قبل شهرين من فصل الصيف، لان تعرفوا فصل الصيف احنا من شهر 7 نهايه شهر اب 8 يعني عندك 3 اشهر يمكن تستمر المنتصف شهر 9 مريره وصعبه على العراقيين خاصه بهاي العشرين سنه. فمتابعه هذا الملف حاليا والله مهمه، لكن المعلومه وحدها لا تكفي. شنو الاجراءات اللي اتخذت وراء هذا المساله؟ خلي نشوف يصير اطفاء بالتوقيت مع استحقاق القسط مال المولده. والله انا هم سامعها، لا مو سامع، هذا متواتر، هذا اللي يدفع جواب للمواطنين بحيث يقتنع المواطن ليش كل شهر قبل نهايته بخمس ايام، بدايته بخمس ايام يصير هذا الاطفاء. ويا سبحان الله بعد ما ينطي المواطن استحقاق المولده تجي انسيابيه للكهرباء. هذا باتهام للموظف السيد وكيل التوزيع يبلغ ينطيني موقف بالساعات، اريد موقف بالساعات وحسب المناطق، اريد اشوف والله هذا الشهر كنت تختفي شكوى المواطن. بس هذا الموقف من يوصلك لازم تتخذ باتجاه اجراءات اخوي رئيس مجلس الوزراء. خاف مثل مال ديالى من رحت قلت عندكم اسبوعين تقولوا لي ايش دا يصير والقيادات الامنيه لازم تشتغل، والاسبوعين صار 3 اشهر. يعني الاعلام واجبه يراقبك، لا تزعل، واجبه يراقبك ويدليك ومستشار مجاني لك، اما نقعد والله ونصفق لك ونقول لك هلا بيك هلا، ترى نانسي عجرم شعبنا قام يسهوسلها هلا بيك هلا، يعني ما صارت غريبه، هلا بيك هلا ما تكفي بعد، تكفي انه تشتغل الناس تقول لك رحم الله والديك، ما تشتغل الناس تقول لك والله ما اشتغلت. طق بطق احكيك اياها. الاخ رئيس مجلس الوزراء يعني هذا اللي سواه، لكن خلي نروح ايضا احنا شاهدنا وراح ننفرد ببث التسجيل الكامل لزيارة الأخ وزير الدفاع السيد ثابت العباسي إلى موقع التاج العسكري. طبعا هذه الزيارة ضمن جولات أخرى قام بها خلال شهر رمضان المعظم، فهو بآخر أيام شهر رمضان راح لموقع التاجي وشاف مصايب. طبعا حقيقة الرجل يريد يسوي شيء، والأخ وزير الدفاع أنطى دفعة معنوية لكل الجنود، لازم نعترف بالحق وهذا هو الحق، وأعطى دفعة معنوية لصغار الضباط وخوف كبار الضباط، ثلاثة انصارت كبار الضباط النزيهين وحشاكم وحشاهم لربما القلة الغير النزيهة الفاسدة. الكل بدأ يخاف أن وزير الدفاع خاف فجأة ونلقاه قدامنا أو جاي لهذا الموقع أو ذاك ببغداد أو كل محافظات العراق. فوالله الرجل يعني هذه الجولات اللي جاي يسويها خلت المقاتل يشعر أنه هو موجود وأنكو قيادة تسأل عليه وتهتم بأموره. وأرجع أقول أنه هذا الإجراء لربما يثير علامة استفهام على المفتشية العسكرية وهي دائرة كبيرة من دوائر وزارة الدفاع، ما كانت تدري؟ وهي دائرة عريقة، يعني هل بالفعل ما كانت تدري؟ هذا تساؤل. وحقيقة من الملاحظ أنه هو بالفعل باتجاه أن يشكل لجان لمتابعة ما يقال إليه أو ما يسمعه، لأن هو قال أنا والله من شهر 11 واحد كتب لي لكن ما اهتميت له. بينما الأخ وزير الدفاع يفترض هو سيد العارفين أنه بالجانب الأمني والعسكري المعلومة العسكرية أو الأمنية على صغرها لا تهمل وإنما يحقق بها، هذا ألف باء المبادئ الأمنية والعسكرية في العالم أجمع بالماضي والحاضر. من زرقاء اليمامة من راحت قالت الأهل قالت لهم أنا أشوف أكو جنود جايين جيش بس متخفين وراء أشجار، وقالوا لها لا أنت بديتي توهوسين هذا كلام مو صحيح، لما بالفعل إجوا واحتلوا هذه في اليمن، بعدين فقعوا عيونها قالوا لها أنت شلون شفتينا لهن كانت تشوف على بعد 3 ميل ما أعرف إيش قد. فالمعلومة صغيرة ما انهملت ايضا من ذاك الوقت، يعني من آلاف السنين اليوم قالوا المعلومه لا تهمل على صغرها وانما يحقق بها. وخلي نشوف سيارات مدنيه خاصه بينا الباجات تطلع بفلوس. شلون دخل الباج اخوي؟ منين؟ ما عندنا خلوه منه يجددون قد بعد 500 قد بعد
وداهم رئيس عرفات سامر صلاح محمد امر ناقلات دبابات سيدي مدني سيدي دوره قد بعد سيدي 500 وداهم تموين ونقل التاسع سيدي نعم سيدي تموين ونقل التاسع الموقع الموقع من 2007 هنا كل يوم تعطي 500 ريال؟ نعم مو كل يوم سيدي يعني حسب الوجبات كل 10 ريال كل ما انزل 500 انزل 500 مرات اكو تاكسيات يا بالامانات اول ما نطلع من المعسكر نلقى التاكسيات مثلا منتسبين من المعسكر تاكسيات داخله نطلع وياها 5000 للعلاوي 5000 للنهضه هاي ماشي سيدي تسمح لي؟ سيدي مو بس الكيات اللي اذا ندفع فلوسها سيدي حتى لو سيارات مدنيه خاصه بينا الباجات تطلع بفلوس الباج للثلاث اشهر اللي يوصل للباب للاستعلامات باب الزيتون سيدي يدفع تقريبا 150,000 كل ثلاث اشهر او كل ست اشهر واللي يدخل للمعسكر جوه سيدي الباج يطلع 250,000 دينار داخل المعسكر كان تحط سيارات على كل وحده مثلا كانت وين داومتي؟ امريت ناقلات دبابه سيدي او نأشر لاي احد من اللي يدخلون المعسكر نسعد وياهم امر مدير الاستخبارات العسكريه مدير الاشغال العسكريه امر امر يجي المواقع فورا يصلوا للموقع فورا له ربع ساعه معاون الميره الله يطول بعمرك امانه الله يعني وضعيه معسكر التاجي ينفع لها العميد بعد رجع عاصي امر وقع التاجي سيدي يا حراسة وحماية وين الحراسة والحماية يا صار لك أمر موقع سنة 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 وانت مرحلة ها سيدي احنا نسميك بعدنا يا با عندك أمريت مواقع عندك معاون رئيس أركان الجيش عندك سيد رئيس أركان الجيش اشتبت على هاي الوضعية؟ اشتبت؟ شوفني إذا كاتب؟ لا والله بارك الله فيك الموظف المدني الفلاح محمد قاسم حسن سيد رئيس أركان الجيش شو الفلاح؟ الحمد لله سيد شو رعب يديك علي وعليك بخير صحة العافية اكتبك وين؟ العسل قريب تروح وياه طلع كل آليات العجلات الداخلة المعسكر والتخاويل المرتجعة التكسيرات السيارات كل العجلات المدنية التخاويل المرتجعة وهي صار ثلاث سنوات يقول لك مسحوبة للتجديد شوف طريقة السحب والتخاويل السابقة والآلية اللي يطلب هي التخاويل الدخول الله موقع التاج سيدي مواصفات معسكر لا بها أمن معسكر لا بها أمن أفراد لا بها أمن شخصي فوق 60 سيارة مدنية تشتغل بنقل الجنود من البوابة إلى المدارس والمعسكرات الجوة كل ما يحملون من موافقة أنه تدقيق أمني كاتبين على مقابلة تدقيق أمني وصار له أسئلة قال 7 سنوات أسئلة قال من 2007 اشتغلنا 12-13 سنة أسئلة يقول 5 سنوات شلون دخلوا المعسكر شلون ينقلون داخل المعسكر طيب وين أمن الشخصي وين أمن المعسكر وين أمن الأفراد الأخرجة لقى السيستم أشكل ماشي الأمور
ما حاولت تغير، ما حاولت تغير، ما حكيت ويا مديرك مدير عامك. ايش كتبت؟ اوقف العمل كله، اوقفه. لمن كتبت؟ وطالت مقابلتي وقلت لي هيك جوابك؟ ها؟ العشبيك. ما كانك داخل سوق هرج مو معسكر. بابا اقول لك انا كتبوا لي قبل اول ما صرت وزير، اقسم بالله بشهر 11 هذا الحكي موجود. وهذا الحكي انا سالت السواقين قال صار لي 7 سنوات اشتغل، واحد قال لي من 2005. شنو صحيح؟ شنو الاخبارك؟ فين الاخبارك؟ انت ما عارف على كل مسؤول وما جاي، شنو فائده الاخبار؟ انت لو مانعهم انت الامر الامريه وامري المدارس كان اضطروا يطلعوا سيارات ويجيبون جنودهم، بس انت مشغل خط وجيت لقيت السيستم شغال شكل ومشيتها. هسه ما اقدر اظلم حظ المخت احنا صيام، هسه ايش مستفاد انت؟ ما مستفاد، ما 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 اريد اخوض ظلم خط، بس لقيت السيستم شكل مشيت وياه، واللي يجي وراك نفس الشيء. جدي ليش جاي دوره يدفع 1000 دينار باليوم تنقل؟ ليش؟ والضابط ليش يدفع؟ اذا اكو ضابط يدفع ليش يدفع؟ هذا من واجبات المدارس وواجبات الامريه وواجبات الموقع، ينقلون الجنود من الباب الى الدورات وبالعكس. ليش يدفع الجندي؟ كيف هاي سيارتين كاتبين؟ مو حتى ذول بده ياخذون فلوس. هم بده ياخذون فلوس. هم بده ياخذ فلوس. على اساس ياخذ فلوس؟ لا لا دشت ماكو ماكو معسكر. اي شيء يدل اكو معسكر اكو امن ماكو. بس الوان قال له مدرسه الاستخبارات ولابس قميص وبنطلون. ما مو كنت تسوق؟ قميص. قال له مدرسه وشك بيا، شك بيا. قال لي قاعد لي ورا. قال له ضابط وياي. ماكو اي شيء يدل على انه احنا دخلنا معسكر. يعني هو شيء مؤلم انه تحكي عن المعسكر التاجي، هذا المعسكر العريق وهذا الموقع العسكري. لكن ملاحظتين، الملاحظة الأولى هو الأخ معالي وزير الدفاع من يروح يزور وراه تروح لجنة مختصة لو بس هاي خلص تطلع بالفيديو والناس تشوفه والناس تتفاعل وياه. لو أكو لجنة مختصة تروح لأي موقع هو يعني يروح لحتى تسوي دراسة وتقييم. اثنين يعني إذا هو أمر الموقع عنده أوامر أنه ينفذ شيء وانت تقول له لا لا تنفذ مثلا، لأن احنا ما مفهوم الكلام بالضبط عن شنو أو يمنه. إذا افترضنا هذا أمر الموقع، إذا افترضنا افتراضا وعاند وما طبق مثل ما أنت قلت له، قلت له لا تنفذ، طيب ألا يعتبر هذا مخالفة عسكرية ويعتبر تمرد على الأوامر؟ قد تحيل إلى محكمة عسكرية. حقيقة حتى نستوعب أكثر ويانا مقاتل بطل، واحد من رجالات جيشنا العراقي الباسل وقادته الأبطال، وهو المقاتل بطل فريق الركن درع جليل خلف المحمداوي الذي نشأ وترعرع في مدينة البصرة وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية فيها، وثم التحق في الكلية العسكرية العراقية عام 1972 دورة 52، وتخرج في العام 1974 برتبة ملازم درع في تسلسل رتب المناصب. أصبح آمر كتيبة الدبابات وآمر لواء مدرع ومدرس في كلية القيادة، واشتغل في كافة مناصب الركن والقيادة، وأحيل على دائرة المحاربين عام 1994، ومن ثم عاد آمر لواء 40 حرس وطني عام 2003، وكلف من قبل رئيس الوزراء عام 2007 قائدا لشرطة البصرة، وكان له الدور الرئيسي في استتباب الأمن فيها، وعين بعدها مديرا لمديريات التنظيم العسكري، وصدر أمر بتعيينه إلى منصب المفتش العسكري العام لوزارة الدفاع العراقية من عام 2011 إلى عام 2014، وتمت ترقيته إلى رتبة فريق ركن، وهو الآن محال على التقاعد سيادة المقاتل البطل الفريق ركن
جليل خلف المحمداوي، تحية عسكرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله، شرفتنا ونورتنا، حياك الله سيادتك. حياك استاذ أنور، وأشكر لك هذه المقدمة واللي هي من واجبي. الله يحميك، الله يحرسك، وأشكر لك شجاعتك، وأقول لك أيها الصوت الهادر الذي أقلق مضاجع الظالمين والفاسدين والمفسدين والخونة، وأرادوا أن يسكتوا صوتك، ولكن هذا الصوت لن يسكت، لأنه صوت الشعب، صوت الضمير، صوت الحق، صوت الشباب، صوت ثوار تشرين الذين أعطوا شهداء وجرحى في سبيل العراق وفي سبيل عزة العراق، والعراق يستحق ذلك. حياك الله سيادتك، وشرفتنا ونورتنا اليوم بحضورك، وإن شاء الله كل أيامك وعائلتك الكريمة وجنود وضباط وقادة جيش الباسل كلها أعياد وخيرات ومسرات وأمن وأمان، فأنتم سور الوطن وأنتم أبطاله، وأنتم يعني اللي نفتخر بكم وقدوتنا في الحياة لتضحيتكم وبسالتكم. سيادتكم كقائد عسكري، كيف ترى جولات السيد وزير الدفاع على المواقع العسكرية؟ هناك بعض الملاحظات التي تقال أنها قد تكون غير إيجابية، نقل السلبيات على المباشر للجمهور أو أمام المتلقي. تدري في زمن الآن أصبح اللي يشوفك العدو والصديق، يعني داخل بلدك وخارج بلدك، فكيف تقيم سيادتك؟ بالمقابل هناك يقول لا، هذا الشيء المطلوب، لأن حقيقة رفع معنويات المقاتلين. نعم، تفضل سيادتك. طبعا تحية المعالي السيد وزير الدفاع لاندفاعه وهذه الجولات التي قام بها، وتحية إلى جيشنا العراقي الباسل الشجاع. ولكن أقول أنه هناك، نعم هناك كثير من الفاسدين، وهناك كثير من الأخطاء الأمنية وغيرها. وأحد جنرالات، جنرال فوش، قال أن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، لأن هذه الذنوب سوف تؤدي إلى انكسار المقاتل وإلى احتمال لا سمح الله هروبه. فأنا أعتقد هذه الجولات، نعم هناك المفروض أشياء لا تظهر على الشاشة، الانتقادات أو بعض الأمور، ولكن أقول لك يا أخي أنه وزارة الدفاع بها أولا رئيس أركان الجيش، ومعاون للإدارة، ومعاون للميرة، ومعاون للتدريب، ومعاون للعمليات. إضافة هناك عيون كثيرة للوزير، الاستخبارات والأمن، الاستخبارات العسكرية، المفتشية العامة، المفتشية العسكرية، الأمن العسكري، كثير من العيون لوزير الدفاع. يعني تعرف كما تعرف جنابك أنه نظامنا هو أنه وزير الدفاع هو منصب سياسي، ورئيس أركان الجيش هو اللولب في وزارة الدفاع، لأن المعونيات ترتبط به ولا ترتبط بالوزير. فأنا في اعتقادي أنه الرجل كمرحلة أولى اطلع على هذه الأمور، وكان أيضا المفروض أيضا ينتبه إلى ضباط الركن الذي حوله، فالضابط الذي لا يقوم بعمله ولا يستطيع أن ينقل للوزير الحقيقة الكاملة، المفروض يغيره بضابط ركن ثاني يستطيع أن ينفذ أوامره. أنا أذكر لك فد مثل، كانت بالحرب العراقية الإيرانية المعارك شديدة جدا، فقائد فيلق ومعظم قادة الفيالق يعتمدون على ضباط ركن شجعان، يرسلوهم إلى ميدان المعركة ليتأكدوا الموقف بشكل دقيق جدا، لأن مرات القادة والآمرين عندما يتعرضوا إلى هجوم يكبروا الموقف ويرسموا صورة كبيرة ومأساوية وغير واقعية. صحيح، هؤلاء القادة وغير واقعية، نعم، ولذلك القادة كانوا يعتمدون على هؤلاء ضباط الركن. إحنا المفروض كل واحد يأخذ دوره، يعني هذه المديريات اللي ذكرتها لك وضباط الركن اللي حوله، المفروض كل واحد يأخذ دوره. لو أخذ الجميع دورهم وقاموا بواجباتهم بصورة صحيحة، وحتى نفرغ وزير الدفاع إلى واجبات أكثر، لأنه منصب سياسي ويتابع كثير من الأمور في وزارة الدفاع، العقود التسليح،
مذكرة التدريب، كثير من الأمور، ولكن في حقيقة وصلت إلى السيد وزير الدفاع كثير من الرسائل اللي والشكاوي من المقاتلين. وأنا أنصح أقول حتى وليس نصيحة، العفو لدولة السيد رئيس وزراء، أرجو وأقترح أن يلتقي بالمقاتلين وليس القادة، يعني المقاتلين من مقاتل جندي إلى نائب عريف مفردا، ويستمع إلى كل ملاحظاتهم، والضباط الصغار الرتب فسوف يستمع إلى الحقيقة كاملة. ولكن القادة كما تعرف، ومع احتراماتي للقادة، وليس كل القادة ينقلون في بعض الأحيان صورة ليس حقيقية، يعني ينقلون الصورة المشرقة لهم حتى لا يعني احنا نقول عليهم بالعسكري لا يطيل أزمة على نفسه حتى لا يضر. لكن سيادتك سؤال، نعم سيادتك سؤال، يعني احنا إذا عدنا دائرة المفتش العام وعدنا الأمن العسكري والاستخبارات نعم. العسكرية، وعدنا معاون رئيس أركان الجيش لشؤون الميرة، وعدنا مدير مكتب يعني مكتب وزير الدفاع أكيد لها أيضا دور، يعني لما يعني معقولة أنه هذه كلها هسه اللي شفناها أنه أكو مثلا حاطين كية أو باص ويدفع المقاتل هذا بموقع واحد وبالتاجي، يعني معقولة ما كانت توصلهم؟ والله مع الأسف أقول لك مع الأسف مع الأسف، أنت كما تعلم أستاذ أنور، وأنت أول واحد نبهت وأول صوت هادر نبه على الفساد في بعد 2003، وكنت تصيح بأعلى صوتك عن هذه الأمور. حقيقة أنه الفساد استشرى في كل مفاصل الدولة العراقية، يعني اليوم أي إنسان يراجع أي دائرة في دوائر الدولة لازم يدفع، وعندما يعني يسأله يقول له ليش تطلب مني هذا المبلغ، يقول له أنت حاسب الناس اللي يسرقون مليارات الدولارات. ولذلك أصبحوا قادتنا السياسيين والمتمثلين في الحكومة، ليس الحكومة الحالية، أنا أقصد لك الحكومات السابقة، أصبحوا مثل سيء يقتدى بهم. ولذلك أنا في رأيي أن وزارة الدفاع أيضا حالها كحالة بقية الوزارات، أيضا هناك فساد، جوانب فساد، وهناك ناس ضعاف النفوس، وهناك ناس فاسدين، وحقيقة هذا الموضوع يتطلب جهود الآخرين، ويتطلب مساعدة السيد معالي السيد وزير الدفاع في هذا الجانب، وعلى السيد وزير معالي وزير الدفاع أن يضع النقاط على الحروف، ويطلب من هؤلاء الضباط المسؤولين كلا يقوم بواجبه ويزور هذه الوحدات. حقيقة هو صدر أعتقد أمر أنه المعايشة، والمعايشة تبدأ من معاون رئيس المساعدين معاون رئيس أو من معاون رئيس أركان الجيش فما دون، معايشة للوحدات ونقل معاناتهم. ولكن في الحقيقة لا زال هناك فضائيين، ولا زال هناك فساد لبعض الآمرين ضعاف النفوس، وعلى المسؤولين إعادة النظر في تسلم القيادة لهؤلاء القادة والآمرين، لأن كثير منهم الآن أصبحوا أثرياء حرب وأثرياء مناصب. وفي اعتقادي أنه خطوات معالي السيد وزير الدفاع هي جيدة، ولكن لا تستمر بهذا المنوال، لأن على الجميع مساعدته، وعلى الجميع القيام بواجبه، كل واحد يعطي واجبه، شنو واجبه، ولا ماكو داعي هؤلاء يتمتعون بهذه الامتيازات وهذه المناصب وهذه الحمايات وهذه الأوامر. نعم سيادتك تشوفني الآن، فضل الله أستاذ. تشوفني الآن يعني أكو قدامك تلفزيون، أشوفك طبعا، أريد أشوفك بس لقطة، يا ريت تشيل الكابشن أثير زميل المخرج، راح أشوفك لقطة بس أنا عندي شك بيها، بس أريد أسأل هم نستفاد، يعني أنتوا قادتنا خاصة بالمؤسسة العسكرية، هل جلسة جلسة الضابط أمام وزير الدفاع جلسة مقبولة عسكرية لو لا؟ بس شوف لي اللقطة، هذه اللقطة، هذه جلسة مقبولة عسكرية؟ لا، لازم يوقف بالاستعداد، لا والسيد وزير الدفاع لا ما مقبولة نهائيا، ما مقبولة. طيب إذا هو ركن السيد يعني وزير الدفاع إذا هو ركن، مع الاحترام له يعني بالأركان معلم وشي يعني
يا اخي استاذ انور، مع الاحترام لنا طبعا احنا بس والله اثاره الانتباه يعني جزء خطا بالتصوير عندهم بس احنا بدنا نسال. نعم نعم. جنابك لو تلاحظ لقاءات السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه مع القاده العسكريين المصريين، لاحظ جلسه واحده موحده، لبسه واحده موحده، هدوء موحد، وعندما يتكلم عند تسمع صوت الإبرة عندما تقع. صح. حتى وقفة الجنود قدامه، حتى وقفة الجنود قدامه وقفة موحدة. نعم. يعني لازم الحنج مرفوع والخشم مرفوع ونظرة واحدة. نعم. يعني إحنا ذاك اليوم شفنا الجنود. هذا نقص. للأسف والله. الحقيقة الضبط العسكري في المؤسسة العسكرية، الضبط الصارم مطلوب والاحترام مطلوب، وعندما يأتي السيد وزير الدفاع المفروض الكل واقفة وهو يتكلم معهم، وعند الجلوس أمام السيد وزير الدفاع إذا سمح بذلك تكون جلسة نظامية وجلسة، لأنه هذه راح تبث وسوف يعني انتقادات كثيرة عليها، ولذلك أيضا هاي تتطلب محاضرة وتتطلب أنه يعني أنا إذا أسمح لي أستغل هذه اللحظات. يعني ترى السيد وزير الدفاع من خلال لقائي أنا وجنابك الكريم صدر أمر حول وزن الأوزان للضباط وترفيعهم والكروش اللي لاحظناها. حقيقة هذه الأمور لاحظها السيد وزير الدفاع وكان منتبه اعتقد للبرنامج، وكثير من الأمور والقيافة وغيرها، خصوصا أن السيد رئيس أركان الجيش العراقي هو ضابط كفوء وضابط قوات خاصة وضابط من ألمع الضباط الموجودين وتدرج في المناصب. ففي اعتقادي أنه حتى هذه الفيديوهات التي تظهر للقادة والمسؤولين عند زيارتهم الوحدات أن تكون ليس بهذا الحجم، وهذا حقيقة هناك إعلاميين يحاولون أن يظهروا هذه الصورة وهم مخطئين في ذلك، لأن هذه واجبات الضابط أن يقوم المسؤول بزيارة الوحدات والاطلاع على أحوال الجندي والاطلاع على أكل الجندي وشرب الجندي ونوم الجندي وكثير من الأمور. ولذلك السيد وزير الدفاع اعتقد هذه المرحلة الأولى بدأ بها، المرحلة الثانية في اعتقادي سوف ضد الفساد وسوف يتخذ خطوات كبيرة جدا ضد الفساد. وأنا بس يا سيادتك ما تتوقع يعني راح تكون أنا آسف على مقاطعتك، لكن ما راح تتوقع تكون نهايته بالمنصب، يعني نهاية وجوده بالمنصب كنهاية دكتور خالد العبيدي ما سواه دكتور خالد، جابوا لي البرلمان وأقالوا وقالوا أنت الفاسد، عين تضحك عين تبكي وحكي عليهم قالوا والله أنت فاسد. نعم لا خلي يكون السيد معالي السيد وزير الدفاع يختلف. أولا يكون حذر وثانيا الرجل يظهر أنه رجل يريد كافح الفساد ونزيه، أما أنت الله ما طلع عليه شيء، هو رجل على أدري يقولون رجل أعمال يعني ما له علاقة يمكن حتى، بس يعني يبين فاهم بالإدارة بالضبط، الواضح من عنده فاهم بالإدارة. ونصيحة نعم سيادتك تفضل. نعم نصيحة خوية، لا يجيب ابنه أو قرائبه خليه يمه، ولا يجيب قسم من لا ما أعرف أنا هاي نصيحة بس نصيحة بشكل عام يعني نصيحة يبعد كل أقاربه من هذا البكاء من المنصب، لأن هم اللي يسيئون له وهم اللي يستغلون اسمه وهم اللي يصرفون تصرفات في سبيل يحصلون على أكبر قدر مادي. وجنابك تعرف أنت أغلب الوزراء اللي جاءوا وجاب معهم أولادهم أو أخوانهم أو أقرباهم أساءوا إلى المنصب، فعليه الأخ معالي السيد وزير الدفاع أن يبعد كل هؤلاء الأقرباء من مقر وزارة الدفاع، وأن يختار الضباط الكفوين المخلصين الوطنيين القادرين على المتابعة والمراقبة ونقل الحقيقة للسيد وزير الدفاع. نعم سيادتك أمانة الله منه يعني إحنا مثلا جاي نشوف أنه القائد العام ما إلى الآن ما منطي هو موقف، وأنت جنابك دعيته قلت له يا ريت يلتقي الجنود بشكل منفرد يعني بعيد عن الضباط. نعم. وبالوزراء إحنا يمكن شفنا قبل دكتور خالد العبيدي والآن بشكل كبير يعني مع فرق الشخصيتين يعني. نعم. الأستاذ ثابت العباسي، لكن أمانة الله منه كان رئيس الوزراء اللي أنت تحسه
لا عنده هذه الروحية يعني. يعني أنت اشتغلت ويا زمن سيد المالكي وأعتقد نعم نعم من بعده من اللي كان حسيته بالفعل لا والله نعم هذا الرجل كان أيضا يبحث بهذه الموضوعات. أعتقد لحقت على العباد لحقت على العباد ولحقت على إبراهيم الجعفري وعلى نعم أياد نعم علاوي نعم. إيه نعم 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 ما عندهم هاي الروحية ولا يعرفون هذه القيادة ولا ولم يلتقوا بالمقاتلين إلا ما ندر وعندما يلتقون مع المقاتلين ومعهم القادة الجندي أو المقاتل لا يستطيع أن يتكلم بحرية يخاف يعني من المقابيل ولذلك المفروض اللقاء بالمقاتلين بعيدا عن القادة والآمرين حتى يستطيع أن المقاتل يقول ما في داخله نعم. لأن تعرف أنت مرات يعني إحنا بالمعنى الدارج يشدون ويا عداوة وينقلوه وإحنا يقول بهذلوه ولذلك في رأيي أنه المؤسسة العسكرية وبوجود الأخ الفريق الأول عبد الأمير يار الله وبقية القادة يتعاونون مع هذا السيد الوزير هذا الرجل اللي يريد يشتغل حقيقة أنا لاحظته ويعطوه أيضا لا يجب يا أخي يجب أن يكون هناك مستشارين قرب وزير الدفاع يعطوه المشورة الصحيحة ويتابعون عملهم اليومي إحنا السيد وزير الدفاع يحتاج إلى هذه المشورة عنده واجبات كثيرة عنده اجتماعات مع مجلس الوزراء عنده اجتماع لقاءات مع قادة من الأجانب ومن العرب وعنده كثير من الواجبات الأخرى هو عندما يركز على جانب معين سوف يفرط في الجانب الآخر وهو يختلف عن وزير الداخلية وزير الداخلية الرجل احتكاك بالجمهور يوميا بالشعب ولذلك وزير الداخلية يجب أن يوميا يلتقي وبالفعل فريق أول عبد الأمير الشمري الآن يعمل بشكل مستمر وبشكل جيد ويتابع ولكن هناك من لا يقبل أن يكون هناك رجل وطني نزيه كفو يعمل من أجل الوطن لأن للأسف. ذلك سوف يضر بمصالحهم ويضر بهم للأسف. حقيقة يعني للأسف للأسف هذا جالس صح نعم نعم سيادة وأنا يعني من خلال برنامجك الموقر نعم. تحية أيضا لوزير الداخلية وهو محسوب مستهل. أيضا مستهل. من الجيش على صح. وزارة الدفاع يستحق نعم. هذا الرجل نعم. الاحترام والتقدير إضافة لذلك أنا أشوف القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء محمد الشياع موقف الأخير من وزير الداخلية كان موقف رائع وجيد صح. ورفض الاستدعاء بهذا الشكل اللي هو متوتر وكان استدعاء يعني غير مبرر له وزير الداخلية ومن يلتقي بكثير من أصناف الشعب إضافة لجولات الكثيرة ولذلك يعني مو كبير عليه أنه يركب سيارة مدرعة وله رجل أنا أعرفه شجاع ولا يخاف وحقيقة أدى واجب بشكل كبير جدا وزارة الداخلية تغيرت عن السابق صح. والآن لحد الآن هو متابع وأدعو السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام أن يحتضن هؤلاء الشباب الوطنيين الذين ليلا ونهارا يعملون بدون كلل أو ملل وحقيقة أنا عندي علاقة تربطني جيدة أكيد. بالسيد وزير الداخلية ولكن لا أستطيع أن ألتقي به لأنه ليل نهار هو يعمل في خارج صح. دائرته ويتابع وحقيقة حقق إنجازات وإن شاء الله الإنجازات القادمة إلى كثيرة جدا وهو أنا أعرفه جيدا لا ينتمي لأي حزب ولا صحيح. ينتمي إلى صحيح. أي طائفة هو وطني ابن العراق نعم الله يبارك بي والله يبارك بيك يعني بالفعل المقاتل بطل أشكرك الفريق ركن عبد الأمير الشمر رجل شجاع وأنتم تزاملتم بمرحلة مهمة نعم. لمواجهة التنظيمات الإرهابية القاعدة وغيرها يعني حقيقة أكيد. أنتم شجعاء العراق وتحياتنا إلى سيد معالي وزير الداخلية شكرا. سيادتكم أريد أسأل أيضا الآن دعوات أكثر قبولا يعني فيما يخص تطبيق نظام البديل بما نحن حكينا على وزارة الدفاع أيضا على وزارة الداخلية أنا قريت دعوات على أن تطبق في وزارة الداخلية لكن
ليش وزارة الداخلية؟ أنا أعتقد وزارة الدفاع هي الأولى، يعني القطاعات العسكرية والمواقع العسكرية والجنود بحاجة إلى تطبيق نظام البديل. والمتحدث باسم القائد العام المقاتل اللواء يحيى رسول أكد أن احنا مستمرين بالإجراءات فيما يخص البديل، أنت كيف ترى ذلك؟ والله أنا يمكنها من خلال برنامجك الموقر أستاذ أنور، الله يسلمك، حقيقة دائما أقول معنويات الجند هي أهم حتى من كل شيء. فعندما تقاتل بمئة مقاتل معنويات عالية يختلف عن تقاتل بألف مقاتل معنويات هابطة. صح. الجندي عنده أشياء اثنين، هي راتبه وإجازته. نعم. ولذلك نظام البديلين سوف يخلق معنويات عالية جدا. والوقت في الوقت الحاضر العسكري يحتاج هذه الإجازة أولا للتسوق لعائلته، لالتقاء بأطفاله، لالتقاء بأهله، لكثير من الأمور يحتاجها. ولذلك حقيقة نظام البديلين هو نظام راقي، وأثبت أن معنويات الجند هي من خلال هذا النظام ومن خلال رواتبهم ومن خلال تعامل بعدالة. أخي أنور، يعني عندما يشعر الجندي أنه الأمر لا يتعامل بعدالة مع منتسبيه وقسم منهم يستغلهم في النزول وعدم الدوام، والقسم الآخر يطبق الأوامر العسكرية ويداوم بالمدة المقرر له، عنده يخلق حالة من التذمر ومن هبوط المعنويات. ولذلك نظام البديلين مطلوب لكل قطعات الجيش العراقي، أما في وزارة الداخلية فظروفها خاصة وممكن يطبقوا هذا النظام بشكل آخر. وأعتقد السيد الفريق الأول عبد الأمير الشمري وزير الداخلية أعتقد سوف يراعي هذا النقطة، إضافة لذلك السيد فريق أول عبد الأمير يار الله أيضا من الضباط اللامعين والكفوين، وأعتقد أيضا هو جانب إنساني عنده كبير جدا. وفي تصوري أن السيد وزير الدفاع المحترم أيضا يترك جانب معين لرئيس أركان الجيش المحترم لغرض أيضا مساعدته، ولغرض هو الأولى يعني الأولى بالرئيسي لرئاسة أركان الجيش وإلى وزارة الدفاع في سبيل متابعة الأمور وفي سبيل متابعة المقاتلين. وحقيقة عندي أيضا نقطة أخرى، إبعاد السياسيين والأحزاب السياسية والطائفية عن جيشنا عندما تبتعد هؤلاء. وأضرب لك مثل يمكن. نعم تفضل. الآن السودان أصبح بلد فاشل للأسف. وأصبح بلد سحبت كل السفارات من عنده واحتمال يصل إلى الحرب الأهلية بسبب تعدد القيادات وبسبب تعدد الولاءات، فنحن خاصة العسكرية وتدخل السياسيين بها حقيقة. هذا نعم. اللي صار تعدد الولاءات العسكرية بالضبط. أو تعدد الأذرع نعم. العسكرية يعني القوات التدخل أو الدفاع السريع عندها يعني إمكانيات عسكرية والجيش يمكن ما عنده مثل إمكانياتها، وصفنا اللي صار للأسف. لهذا حقيقة إحنا إن شاء الله ما نصير ما نوصل هاي المرحلة إن شاء الله، بس على سياسينا وعلى أحزابنا وعلى الحكومة أن تكون هذه الأحداث في السودان أتكون عبرة للكل. وحقيقة أنا أتوقع أنه الأمم المتحدة ومجلس الأمن إذا يستمر الوضع بالسودان هكذا سوف يخضع للفصل السابع، وسوف تكون هناك تدخل من مجلس الأمن في السودان لإحلال الأمن. الآن السودان بلد مفكك، بلد يعني منتهي اقتصاديا، بلد يعني حقيقة السكان يعانون بشكل رهيب من هذه الأحداث المؤلمة في بلد عربي مثل السودان. فليكن هذا مثالا لنا وعبرة لسياسينا أن ينتبهوا لهذه المسألة، وأن يكون الجيش وحتى كل القيادات الأخرى الحشد وغيرها تحت أمرة قائد عام للقوات المسلحة واحد وهو رئيس مجلس الوزراء، ولا تتعدد الولايات مهما كان السبب. والله صحيح، انت جبتها من الاخر، لان حتى لا يصير حقيقه. الله يبعد الشر عن كل نعم. العراقيين وعن بلدنا، والله يحرسه ويبارك في الجميع. لكن بالفعل اللي صار بالسودان من تعدد القيادات علينا ان نفهم ذلك. يعني احنا المشكله عندنا الكثير من القيادات اللي كلها مسلحه، وعندنا الكثير من الرايات اضافه الى
علم العراق، لا والله بس علم العراق يفترض، وقائد عام للقوات المسلحة جميعا كلها تخضع له، وإلا ترى قدامنا السودان للأسف الشديد، والله ينقذ أهلنا بالسودان لأنهم هم شعب عربي وشقيق وبلد طيب. سيادتك أريد أسألك كمقاتل بطل، يعني تعرض أحد المقاتلين أو القادة الأبطال أيضا لعقوبة، عقوبة قد نقول عنها عقوبة إدارية أو بأمر وزاري، وأعني المقاتل البطل الفريق الركن حامد الزهيري بسبب هروب أحد المدانين. يعني يعني للأسف الكثير من يعني أبناء المؤسسة العسكرية ومن يعرف الفريق الركن حامد الزهيري، هذه الشخصية المتميزة مثل ما كان يسمى بالكلية العسكرية حامد مسطرة، الذي خريج ساند هيرس، الذي رأس الكلية العسكرية مصنع الأبطال، أن تكون هكذا نهايته، تعتقد يعني بعقوبة؟ يعني شو تقول، شنو الدرس اللي طبعا تحياتنا للبطل الفريق الركن حامد الزهيري، وهو يبقى مقاتل بطل، يبقى مقاتل بطل. نعم. أشكرك أستاذ أنور، كأنك في قلبي، لأن والله مؤلم تألمنا كل تعب اللي صار عليه. نعم. تحية لهذا المقاتل البطل الشجاع الخلوق العسكري المنضبط الوطني الغير منتمي لأي جهة سياسية. حقيقة هذا هو يعني هو بعيد الآن عن ما حدث من هروب. أنا كنت أتوقع الدولة أو الحكومة التابع من هرب هذا الشخص ومن أشرف على هروبه، ومن يعني خلنا أضرب لك مثل أستاذ أنور. أنت ذكرتني تم احتجاز في هذا المركز اللي هو بناية عادية سوى خمس نجوم، تم احتجاز أحد كبار المفسدين أو أنا أسمي أمير المفسدين والفاسدين، واللي عليه الآن 230 قضية ولم يودع للتوقيف ولم يحاكم، إداعة في هذا المركز. فتعرف أنت المركز أكو عنده نموذج، يعني الاسم الكامل، أسباب الوقوف، يا مادة يا كذا، التوقيف إجوا طلبوا من عنده، قالوا له هاي الورقة مليهن، قالهم أنا فلان تطلبون من عندي هذا الطلب، رأسا خابر شخصية نقل مدير المركز في هذا كرادة مريم، صح، مو في هذا الوقت ولا في هذا البرلمان، قبله. ونقل كل الضباط وعوقبوا، وحقيقة اجى رئيس برلمان بحمايته يزور هذا الشخص، واجوا الوزراء واجوا النواب، صح، قدموا السلام، وتحول هذا المركز الى ذبائح يذبحون، والى سبالة النصبت، والى تلفزيونات شاشات كبيرة، وأخذ هذا الشخص المحتجز والمفسد مكان مدير المركز في غرفته، وحقيقة ابتلوا ذولي، يقولوا له تعال، يعني يطبقون الأوامر راح يتعاقبون، ما يطبقون الأوامر أيضا يتعاقبون. يعني إحنا ليلة هروب هذا الشخص، أنا ما أريد أذكر اسمه، حقيقة أكره الفاسدين، يعني ما هذا الشخص ليلة توقيفه إجوه مسؤولين وجوه جماعة، يعني هواي من النواب والسياسيين السابقين، وكلهم بحماياتهم بأسلحتهم المدججة، ودخلوا. يعني ممكن مقدم أو عميد يحترض هذه الحمايات؟ لا، في اعتقاد يعني حتى القائد العام يعرف إيش جاي يصير، أكيد لا. يعني راح مجررتها المقاتل البطل الفريق الركن حامد الزهيري، هذا المقاتل حقيقة مرتين رادوا يحيلوه، يعني طلعوا من المنصب. المرة الأولى عندما كانت ليلة الليلة، عندما دخل المتظاهرين التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء ومجلس النواب، وهو الرجل يعني ما بيد شيء، القائد العام هو يأمره، يقول له خليهم يدخلون، يقول له منحهم، هو الرجل ينفذ أوامر، وكل العساكر حتى أنا لو في موقعة إذا قال لي خليهم يدخلون خليهم يدخلون. إضافة لذلك عندما صار الاشتباك بين متظاهري التيار الصدري وبعض القوى الأمنية في المنطقة الخضراء، لم تدخل القوى الأمنية ولم تدخل هذه الفرقة بسبب أنهم يعني صدرت الأوامر، صح، ما يميلون بس الحفاظ على حياة المدنيين الساكنين. فهو من هذه اللحظة حقيقة ثبتوا عليه مؤشر، وكان مرتين رادوا يطلعوه، وهذه المرة الثالثة كان بدون سبب،
ليس هو مسؤول عن المركز، وليس هو مسؤول عن ما حدث في المركز، وليس هو المسؤول عن هروب هذا السجين أو المحتجز. فهو حقيقة أنا شخصيا الآن أوجه نداء إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام، وهو إنسان أنا أعرفه شخصيا، السيد محمد الشياع السوداني، لا يظلم أحد. لذلك هذا الضابط يجب أن ينصف. إعادة أن ينصف. استرجاع حقوقه، وأيضا إعادة الهيبة والظلم اللي وقع عليه. ينصف. هذا السبب ليس مبرر إلى إحالته من هذا المنصب، بل أنا تمنيت أكو سبب آخر. لا. أو حتى إحنا ما نحترم على نقل أي قائد. يعني هو عمره ما قصر عسكري. نعم سيادتك. لا ما قصر سيادتك. أنا أشكر خلوق جدا وقت. أنا خلص الوقت، أشكر سيادتك وضم صوتي جداً. إلى صوتك والفريق الركن المقاتل حامد الزهيري بطل، وأتمنى بالفعل القائد العام يأخذ بما تفضلت. وشكرا لك سيادة المقاتل البطل الفريق الركن جليل خلف المحمداوي، بطل من أبطال العراق وجيشنا الباسل. تحية واحترام ممنون. شكرا جزيلا لكم سيادتكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. مع السلامة.